الحراك السياسي بين رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي والأحزاب والكتل السياسية قد ابتدأ، وقد يحمل معه سلسلة من التصريحات النارية من الأحزاب من أجل دعم مرشح دون آخر للحقائب الوزارية، بعد طلب عبد المهدي من الكتل السياسية تقديم 4 مرشحين لكل حقيبة وزارية. طالما هو مرشح تسوية إذن هناك التزامات وتنازلات أعطاها إلى قادة الكتل السياسية الحاكمة الفعلية القوية اللي لها عدد أعضاء كبيرة في البرلمان. كتلة البناء بدأت بتقديم مرشحيها بالاتفاق مع تحالف الإصلاح والإعمار، ولم تلتزم بطلب مقتدى الصدر والذي ينص على عدم التدخل بخيارات عبد المهدي في كابينته الوزارية، الأمر الذي يثير التساؤل حول إمكانية الكتل السياسية في ترك الخيار لعادل عبد المهدي في تشكيل حكومته الجديدة. الكتلة الأكبر هسه ماكو كتلة أكبر، أكو رجل رئيس وزراء مستقل، هاي ضمن الشروط اللي كانت يعني ضمن البرنامج الحكومي أنه يكون رئيس الوزراء مستقل حتى تكون الكابينة الوزارية نتأملها من تكون مستقلة. بعد تجربة دامت أكثر من 15 سنة من المستحيل أن يكون هناك رئاسة وزراء أو رئاسة جمهورية أو وزراء بدون محاصصة. وبين هذين المشهدين تعلو أصوات الشارع العراقي الذي يطالب بتغيير وجوه السيادية بأخرى تكنوقراط تترك بصماتها واضحة لخدمة المواطن العراقي. بين البرنامج الحكومي والآخر الانتخابي يقف رئيس الوزراء العراقي المكلف والذي بالتأكيد لن يكون الطريق أمامه معبدا. للإخبارية السعودية ناغم التميمي، بغداد.